اليوم تركيا تمثل 4 ملايير دولار استثمار في الجزائر. فيها الأرقام التي حصلنا عليها وترقبناها أن مثلا فيما يخص الاستثمار المباشر بالطبع، النتيجة أن خلق الثروة 28 ألف موقع عمل، فرصة عمل حاليا موجودة، مئات من المهندسين، ونحن نتطلب إلى أكثر من ذلك التبادل. فيها 300 ألف جزائري يسافرون سنويا إلى تركيا، ونحن ننظر إلى تركيا كشريك كبير يمكن له أن يمكن لتركيا والشركات التركية أن تستثمر أكثر في جميع المجالات. فيما يخص سوريا وما يجري حاليا، أن تركيا تصهر على احترام الوحدة الترابية لسوريا، هذا أكده لي وهذا مهم جدا لنا.